صباحي طيب مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مشاهدي القناة الوطنية الأولى والقناة الوطنية الثانية في هذا البث المباشر. ملف خاص نحكيه فيه اليوم على 86 يوم تعديوا على اختطاف الصحفي سفيان الشرابي والمصور الصحفي نادير الكتاري. 86 يوم الإعلام ما تحدثش برشا، الكلام مش قاعد يدور برشا على هذه القضية، لكن ما تنسيوش اليوم ما زال الملف قاعد يدور بين الأطراف اللي تتفاوض فيما يتعلق بعودة الصحفيين سالمين لتونس، وهذا اللي باش نحكيو فيه الليلة مع ضيوفنا حاضرين معانا من وجهة نظر وزارة الخارجية. وين وصل الملف لحد الآن؟ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وكيف كيف عائلات المخطوفين واللي إن شاء الله يا رب يرجعوا سالمين لتونس وللعمل نتاعهم ويكونوا على أحسن ما يرام. هذا كل باش نحكيو فيه في ساعة تقريبا مع زوز تقارير ناخذوا فيها أكثر ما يهم القضية في حد ذاتها، ثم زيدا نحكيو مع عائلاتهم ومع أمهاتهم خاصة وشنو اللي مازالوا ينتظروا في هذه القضية. نرحبوا بضيوف حاضرين معنا، سيد مختار الشويشي ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية، مرحبا بك. سيدة سكينة عبد الصمد الكاتبة العامة النقابة الوطنية الصحفيين التونسيين، مرحبا بك مدام سكينة. ومرحبا بك سي سامي الكتاري والد المصور الصحفي نادي الكتاري، مرحبا بك. باش نبداو الحديث بعد شوية بعد ما تحطنا زميلتنا ملاك اليزيد في الصورة وتعطيكم حيثيات المسألة كيفاش صارت ووقتاش وشنو اللي صار بالضبط من وقتها حتىش لليوم 86 يوم على اختطاف الصحفيين. شوفوا التقرير وراجعين. حقيقة الوضع في ليبيا والواقع الميداني هما السبب اللي خلاو زوج الصحفيين التوانسة يسافروا ليبيا باش ينقلوا الصورة كما هي. ومن نهار 3 سبتمبر 2014 تفقد عائلاتهم وأصدقائهم أثرهم في الأراضي الليبية. سفيان الشرابي ونذير الكتاري زوج إعلاميين مخطوفين من نهار 3 سبتمبر 2014 في الأراضي الليبية. تبقى المعلومات متضاربة بخصوص الجهة اللي خطفتهم وأسباب الاختطاف. عملية الخطف صارت على مرتين لأنه تم إطلاق سراحهم في المرة الأولى ثم خطفهم مرة ثانية، ومن نهار 7 سبتمبر انقطعت أخبارهم. ورغم الوقفات الاحتجاجية والمحاولات الدبلوماسية ما زال الملف مفتوح وتغيب عليه التطورات. وأمام انغلاق كل المنافذ تفيد آخر الأخبار أن وزير الخارجية التونسي المنجي الحامدي عطى الإذن للقنصل العام إبراهيم الرزقي باش يلتحق بليبيا نهاية الأسبوع باش يتعهد ملف الصحفيين الزوز وملف سائق السفارة التونسية بليبيا وليد الكسيكسي اللي اختفى بدوره في شهر أكتوبر الماضي. اللقاءات الدبلوماسية والاتصالات الرسمية والغير رسمية يأكدوا أن الصحفيين التوانسة في صحة جيدة ورهن الاعتقال من طرف إحدى الفصائل شرق ليبيا، كما وصلت وزير الخارجية تطمينات لمضاعفة المجهود للإفراج عليهم. وتم تشكيل خلية أزمة تجمع عدد من الوزارات باش تتابع ملف الصحفيين، وتم عرض زاد الملف لدى الأمم المتحدة، لكن لحد الآن ما زالت ما ثم حتى نتيجة. أكثر من سؤال ومن استفهام خلاوهم زو الصحفيين بعد اختفائهم، كما خلاو لوعة كبيرة في قلوب أصدقائهم وزملائهم وبالأخص عائلاتهم. التحرك مازال متواصل، منظمات الجمعيات نقابة الوطنية الصحفيين الطرف الرسمي ووزارة الخارجية هذا الكل قاعد يسير اليوم، لكن ماهوش موجود تحت الإعلام، فما تحفظ على تناول هالموضوع. سي سامي انتوما العائلات كيفاش تراو؟ خلينا نبداو معك سي سامي، شنو نقولوا اليوم على نذير وسفيان؟ معناتها شنو اللي توصلكم أخبار؟ ما جاكم حتى شيء جديد على الموضوع هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر التلفزة الوطنية على الفرصة اللي تحتها لي باش نعبر على رأيي وعلى رأي عائلتي. أقل ما يمكن سي سامي هذا. عايشك. الملف أنا راه من الجانب ما فيش جدية، الأداء ضعيف سواء من نقابة صحفيين من سلطة الإشراف. العائلة نعيشوا في وضعية صعيبة ياسر، أزمة كبيرة ياسر، أول مرة نتعرضوا، أول مرة يفرض علينا الفراق هذا. وضعية ولدي ما نعرفهاش، سواء سفيان ولا نذير ما نعرفوهاش. المعلومات اللي تجي مش متأكدة. معلومات من عند شكون سي سامي؟ ثم اتصالات، ثم حقوقيين، ثم وزارة الخارجية، هذه المعلومات، ثم معلومات ناخذوها على الفيسبوك، ما فماش معلومات جدية صحيحة 100%. أنتم تحبوا شكون اليوم يطمنكم يعطيكم أخبار يعطيكم معلومة؟ هذا اللي تنتظروا فيه؟ فعلا نحبوا بسيس من الأمل على قيد الحياة، ما نعرفوش
موجودين في البلاصة الفلانية وما نعرفوش. كلها تكهنات، راها تكهنات. قد يكونوا في بنغازي، لا في جدابية، لا في البيضة، لا ما نعرفوش. ما عنديش معلومة صحيحة صحيحة نجم نقنع بها روحي أولا ولا عائلتي. علاش معناتها ما فماش جدية؟ علاش قلت ما فماش جدية سيسي؟ الوقت طبعا 86 نهار، كاني في النهار الأول، كان في النهار الأول، كان نهار 7 سبتمبر 80 نهار مش 80 ساعة، 80 نهار. احنا توا ما نعرفوش وين لوجو. انا بمجهوداتي الشخصية ما وصلتش باش نعرف وين. المجهودات الحكومية كيف كيف ما عندهمش حاجة واقعية يقول لك راه موجود في البلاصة الفلانية. في صحة جيدة، العلم لله صحة جيدة كيفاش. شنو اللي تغير اليوم في العائلة، في عائلة نادير؟ شنو اللي معناتها حسيتوه اليوم؟ معناتها حالة الانتظار يتقلقكم أكثر؟ هي في العادة الانتظار هو يمرض العبد، كي تبدا تنتظري في نتيجة تمرضي. خلي هذه باش تشوفي بشر اللي تعبت عليه مدى الحياة. هي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك ابن مبار أو صدقة جارية. أنا راه في ولدي ابن مبار، ولدي طيعني، طيع أمه، راضينا، ما متربي متخلق بشهادة زملائه وبشهادة المجتمع وبشهادة حتى الحي اللي نسكنوا فيه. ما عنديش معاه مشكلة، ننتظر فيه نهار وليل وصباح وعشية وقتاش يجي. أنا ما عادش نجم نخدم، أمه كيف كيف، خوه ما يقراش، ما نجمش نقنع ولدي باش يرجع يقرا. شنو اللي انتم توجهوه لوزارة الخارجية؟ وعندنا بحذنا سي مختار باش نعطيك الكلمة تجاوب فيما يتعلق بالمساعي اللي تقوم به وزارة الخارجية. شنو اللي طالبين اليوم؟ علاش قلت فما تقصير؟ معناتها ترى فماش خدمة على المستوى، بلاش فما تحفظ، بلاش فما حاجات معناتها ممكن ضرب سلامتهم إذا كان يتم كشفها للإعلام خاصة. بالله من ناحية السلامة، هو المولى عز وجل نجم يضمن سلامتهم، حتى واحد ما نجم يضمن سلامتهم. اثنين، أنا لو برومي كونسيرني، انا المعني بالامر. علاش ما توصلش معايا الوزاره؟ ما ثماش تواصل بيني انا والوزاره. كان مشيت مرحبا، كان ما مشيتش ما فهمتش. انا انسان راه هكا من موقعي اللي راه ما فماش الجديه في الموضوع ولا الاداء راهو يقنعني انا رانا عملنا الخطوه هذيك، رانا عملنا. سيدي ينجموا ينادوني ويقولوا لي يا خويا ما تكلمش، تحفظ اللي كنتي برك، ما تقولهاش حتى لمرتك ولا لولدك ولا لقريبك ولا لخوك، ما تقولش هاو عنا عملنا الخطوه هذه الخطوه هذه. انا ما شفتش هذا. واضح سي سامي، باش نرجعوا نحكيوا اكثر بعد شويه. سي مختار مرحبا بك مره اخرى. ماذا بينا نعرف وزاره الخارجيه وين وصلت اليوم في هالملف الحساس؟ هذوما زوز توانسه على غرار انهم اعلاميين، هما توانسه زيدا موجودين غاديكا ومخطوفين، واحنا ماذا بينا كل تونسي يكون سليم مهما يتنقل، حتى وكان في بلايص معناتها حساسه وفيها معناتها مشاكل امنيه وغيرها. اليوم ماذا بينا يرجعوا باسرع وقت ممكن وتكون الجهود على قد هالعمليه الخطيره. دعيني أشكر القناة الوطنية أولا على هذه الدعوة الكريمة، وأحيي مشاهديكم مشاهدي الوطنية قناة الوطنية. طبعا أول شيء نقوله هو أنه نحب نأكد وأنا نتعاطف تماما مع العائلات الصحفيين المخطوفين تعاطفا تاما، ونقدر ما يشعرون به في هذا الظرف النفسي العصيب. لكن هناك جملة من الأمور المبدئية والأساسية لابد من قولها بكل وضوح وبدون أي غبار، اللي هي سي مختار. أولا طبيعة الملف كلنا نعرف في العالم كامل، كل ما هناك قضية من هالنوع هذا إلا وتكون معقدة ثم معقدة ثم تزيد في التعقيد في بعض الأحيان إلى درجة لا يمكن تصورها. أتمنى أن نصل في أقرب وقت إن شاء الله ونتوفق، لكن لابد من قبول أمر مهم، هو أنه هذه القضايا تعالج في الصمت وفي التحفظ وفي التكتم وفي الهدوء إلى حد أن نصل إلى النتيجة المرجوة. هذه حاجة الأولى. دونك
لابد نفهموا اللي كونوا ما نجموش كل يوم نجيو ونقولوا في التفصيل شنو هو الاجراءات اللي عملناها وشنو الاتصالات عملناها. مش للاعلام، العائله تطلب منها على الاقل تكون تكون في على معناتها. انا جاي للعائله، انا جاي للعائله، انا جاي على الاقل، انا جاي، لكن اعتقادي ليس من الانصاف ومجانب للحقيقه، هذا اقل ما يمكن قوله، عندما يقول السي الكتاري انه ما ثماش جديه. انا نحب ناكد من هذا البقعه انه اكبر قدر من الجديه يميز عمل الخارجيه منذ البدايه. شو عملنا في الخارجيه؟ يعني ما قعدناش مكتفين ايدينا طبعا، لكن عملنا خليت ازمه اجتمعت اكثر من مره توا اخر اجتماع نتاعها اليوم، توا نرجعوا لهم بعد شويه. هالازمه هذه فيها خليت الازمه فيها عديد الاطراف الحكوميه تنظر وتتفاعل وتفكر وتحلل وتشوف شنو نجموا نعملوه وشنو ما نجموش نعملوه، وبعد نمشيو للتنفيذ والاتصالات. وزير الخارجية يخصص حيز كبير من وقته يوميا من اليوم الأول إلى الآن وهو في الاتصال والتشاور مع أعلى المسؤولين في ليبيا، مع الجهات الرسمية على أعلى مستوى ومع الجهات غير رسمية. يعني من سبتمبر ما تعرفوا ما فما اتصالات حتى مع جهات غير رسمية طبعا، هل هذا ممكن؟ كل ما هو اتصالات ممكنة، كل ما هو يوصل لحاجة إلا هو ما نوخروش قدامه نعملوه. يعني رئيس البرلمان نتاع ليبيا من سبتمبر السيد الوزير يقابله ويحملوا المسؤولية نتاع إيجاد الصحفيين وضمان سلامتهم والعمل على إطلاق سراحهم. زميله في الخارجية الليبية محمد الهادي الدائري مرتين يقابله مباشرة خلاف الاتصالات الهاتفية اللي لا تعد ولا تحصى. لكن هما منهم مرة سامحني الوضع اللي عداه في التليفون عداه السيد الوزير السيد الكتاري. ما أنا لا فيش يعني. هذا لا نحكي يعني. فيش. أنا جاي للعائلات. الوزير الداخلية يجي لتونس ويتقابل وياه ويحط له الملف هذا كأولوية في النقاش. يعني كافة الأطراف الرسمية اتصال بها دائم. القائم بالعمال تاع ليبيا طلب منه السيد الوزير قال له امشي ليبيا فضلك، امشي ليبيا هز روحك. مشى ليبيا هز روحه وعمل مهمة رسمية مازال راجع. أول ما عمل مشى قابل السيد الوزير، جاء وحكى معه. فهمت شو عليه؟ العائلات لم ينقطع الاتصال، لازمنا نكونوا حقيقيين. فماش السيد الوزير طلبوا مرة ومقابلته ولا السيد كاتب الدولة وما قبلهمش. اتصال دائم بالعائلات، عندنا معطياتهم، عندنا هواتفهم، احنا يعني نتفهموا وضعيتهم ونفهموها، ولكن يعني معناها الاتصال موجود. يعني شو اللي منقصين فيه؟ بلاش شو اللي مقصرين فيه؟ فماش حاجة ما عملناهاش، لكن التوفيق على الله ثم على الجهود التي تبذل بكل جدية. سي الكتاري رانا جديين، رانا الناس نخدموا بعزم وبعقيدة. سامحني سي الكتاري ما نقص على كلامك، سامحني ما نمفيش ونعلل لك علاش قلت كلمة جدية. أول باب جاء وزير الداخلية لتونس لهنا وصرح علنيا في التلفزات اللي هو خلال 15 يوم تعهد. دام سي لطفي هذا تصريحه هو. لماذا لم تقع متابعة الموضوع بجدية؟ لا نحمل، لماذا لم تقع متابعة الموضوع بجدية؟ مش هو اللي قام، لا سامحني. شكون؟ أنا قلت الكلام هذا، هو قال الكلام هذا. سامحني، هذا ملف المعطيات تتغير فيه من ساعة إلى أخرى. هذه معلومة جات وبعد ظهر ماهيش صحيحة، هذا وارد ولا؟ أولا الساعة مش هو اللي قال، مش سيد الوزير اللي قال. سيد الوزير لم يقل هذا. وزير الداخلية الليبية. إيه، هي نحكيو على وزيرنا تو. لماذا لم تقع متابعة الخارجية التونسية؟ هذا باب. اثنين، في يوم من الأيام خرجت في الفيسبوك لسفيان شرابي انتقل إلى رحمة الله، وسمعت أنا من مصادر موثوقة بها لوزارة الخارجية باش تقدم قضية في الجماعة هذوما اللي خرجوا. شكون قال لك الكلام هذا؟ أبدا. هذو الناس معناها تنقصهم المسؤولية والمهنية. اثنين، مش احنا اللي قلنا الكلام هذا، أنا كذبت. موقع خاص هو انت اللي نشر المسألة. سي مختار انت اعلنت اللي باش تقع تتبع للمجموعة هذه. لا ما قلتش، انا ما قلتش، انا لم اقل هذا، هذا كلام غير دقيق. انا قلت هذا كلام غير صحيح ولا اساس له. هو تصير ممكن، انا ما قلت فقط ممكن تصير الاشاعات في مثل هالمواضيع معناتها، وهو كما نقولوا معناتها كيفاش باش نوصفوها العمليه هذيا سكينه، معناتها ان الناس يستغلوا وضع معين باش يعملوا هكا السبق زعما صحفي ويحب الصفحه نتاعو كذا، غير معقول غير جدي، خاصه انه فما روح ناس راهي في المساله. لماذا تحملنا يعني حاجه معناتها على روح ناس؟ انا اخر حاجه في الوزير سي مختار تفضل. سيد الوزير راهو سانفيستي بيرسونيلمون، راهو
حاطت من وقته ومن جهده وعاملها أولويته. حب نعاون نأكد هذا بكل وضوح، هذا الحق، هذا الواقع، ولابد من أن نقدروا الشيء هذا ونتبعوا الموضوع مع بعض، نحطوا اليد في اليد، أنتم العائلات، إحنا الوزارة، كافة الأطراف الحكومية، المجتمع المدني، نقابة الصحفيين، فلنجمع جهودنا ونحط اليد في اليد ونخدموا مع بعضنا. ممكن خطرت المدة شوية سي مختار، وندافعوا على بعضنا ونحط نظامنا يا سي مختار. والله ماذا بيا مستعد. خلينا نحكي شوية مع مدام سكينة نقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. اليوم نشوفوا كي نتعداو في شارع الولايات المتحدة وين النقابة، نشوفوا معناتها في اللافيش الكبيرة سفيان ونادير، وماذا بينا يكونوا الجهود على قد كبر اللافيش هذيك اللي موجودة في النقابة. مدام سكاين، نعرف اللي فما جهود، لكن اليوم العائلات متحيرين، يقول لك حالة الانتظار أصعب من أنك تجي تقول لي خبر، معناتها المهم يكون عندي خبر، معناتها ما نقعدش في هالحالة هذي. هذا صحيح، أنا نتفهم، معناها نتفهم جيدا موقف ومعناها الإحساس اللي عايشه سي سامي، على خاطر تعرف هو أب، معناها هو غياب، معناها يعني اختطاف ولده اللي ما عندوش عليه حتى فكرة، عمل حتى إضراب جوع سي سامي، معناتها عمل إضراب جوع وجاء للنقابة وكانت معاها السيدة زادة والدة زميلنا نذير الكتاري، وكانت معناها العائلة كانت تمشي وتجي، وعمل يعني قام إضراب جوع تقريبا يوم كامل، وإحنا أقنعناه وقلنا له راهو معناها يا إنه يعني يقوم إضراب جوع راهو اليوم ما باش يضيف حتى شيء، بالعكس يعني نجم يعني يخسر صحته هو قبل ما يوصل لأي حاجة أخرى. وإحنا في الوضع هذا نكون معناتها يكونوا معناتها هما قويين زيادة ويحاولوا كل الأحاسيس بتاعه، سواء أحاسيسه هو، سواء أحاسيس معناها زوجته أو أخ نذير، وإلا زاد عائلة زميلنا سفيان الشرابي، وذي الكل معناها يعني مفهوم. النقابة احنا ما تعطشين لأي خبر سكينة. النقابة وين هي موجودة اليوم بشراكة مع وزارة الخارجية؟ خلص له توا. احنا كي يقولك بقدر ما احنا نتفاهموا الأحاسيس متاعهم، اللي يقولوا احنا مقصرين ولا الوزارة مقصرة، هذا كل مفهوم ونجموا نتفاهموه، لكن احنا نجموا نأكدوا حاجة، نأكدوا عليها اللي راهي فما مساعي تقريبا يومية بين عن نقابة الصحفيين وبين عنا. أولا فما اتصالات متواصلة واتلقاءات متواصلة مع وزارة الخارجية ومع سلطة الإشراف، وكان حتى طرح الموضوع هذا حتى مع رئيس الحكومة وقت اللي تم لقاء مع الوفد من النقابة، وكذلك فما طرق أخرى احنا قاعدين نتعاملوا فيها. احنا عاملين خلية أزمة، تم تكوين خلية أزمة من الصحفيين ومفوضين فيها زملاء وزميلات ومعناها مجموعة من المجتمع المدني، وقاعدين يتفاوضوا بطرقهم الخاصة مع أطراف من ليبيا، مع بعض رؤساء العشائر. تعرف أنت في ليبيا الوضع معقد ومعقد كثيرا، فما فصائل كثير من الفصائل، فما عشائر اللي تقوم اللي لكن نجم تستقي بعض المعلومات تحديد المكان وين هما موجودين. هذا صعب معناتها صعب تحديد المكان، لكن كل ما يوصلنا اللي هو مؤكد اللي هما لباس، هذا على الأقل ولو نعرف ان العائلات نجم تقولك انا تقول لي لاباس، لكن شنو يثبت لي انا لاباس؟ هذا نتفاهموا ونجموا احنا بيدنا نحسوا، لكن احنا على كل ديما ياكدونا اللي هما راهم بصحه جيده وراهم عايشين لاباس، لكن المساعي ما زالت معناها والتعقيدات موجوده برشا، والموضوع معقد صحيح معقد هذا بقدر التعقيد الموجود في ليبيا والاوضاع الموجوده في ليبيا. باهي باش نرجعوا نحكيوا اكثر تفاصيل فيما يتعلق بالمفاوضات، كنا نجموا نشوفوا مع بعضنا زيدا بدنا نحكيوا على عائلات. خلينا نشوفوا الامهات شنو تقول، شنو تحس هي اليوم وشنو طالبه زيدا، حتى يكون فما معناتها مساعي اكثر معناتها حثيثه فيما يتعلق بعوده الاعلاميين سفيان وكيف نذير. نشوفوا الروبورتاج هذا مع اميره زيدي اللي مشات لهم اليوم وراجعين. برشا عندي ولد برك هذاك هو اللي عندي من غير ما نحكي لك، كلهم اخوات عندي، خذ بنات انا وحده في الامارات، وحده هنا تقرا، ما عادش ماشي تقرا الجامعه، والله العاش تمشي تقرا، بوه مريض زاد شويه هكا، حس على ولد وتعب. عندي حماتي ما ماتوا يعني اللي ربيت مرا كبيره 80 تعرف تصور، توا ما تعرفش كل يوم تسالني، كل يوم تسالني شبيه كلمة سفيان وين سفيان شبيه ما جاش سفيان، قولها يخدم مرة قولها مسافر مرة قولها يخدم، وإلا ربي يعلم بيك في حس صبر فيها هي ما قلناش لا مسافر ما قلناش، خايف لا نعترضوا على المشي مشي
بعد سمعنا بعد أربع أيام وقفوه وبعد صيبوه. سمعنا كلمة قلم شراوح وبعد ما سمعنا صوته تقطعت لنا المكالمات وكل جمع هكي. بعد باش سمعنا صحفيين يحكوا صدمة شو مخطوفين راه فجعنا وصدمنا بالقدر بالقدر كأم يعني صراحة حاسة وموجوعة على ولدي وتعبة أما حاسة قلبي حسسني كونه مش يروح. أنا عرس من الأول لتوا عندي شهرين وش وربي قلبي ما نرقدش في الليل وكل شيء وباقي حاسس اني مش يروح لاباس والله هكا. لحد طبعا شهر من اللي جاي وزير الداخلية ما فما حد شيء جاي. وزير الداخلية اللي ليبيا وزير الداخلية. نبحث شوية على يعني زيد يقدم شوية في المجهودات وزيد كثوا شوية تخوف ليبيا تو ما كنتش عليه الضرب كيف هي وصل لهم حتى واحد ما قال ولا حتى واحد ما علمنا اللي هم عنده ولا كل شنو يحبوا منهم وشنو علاش خاطفينها هما مشاو في مهمة صحفية يعني ما عندهم حتى غاية كلهم كلهم يربي يهديكم يرحم والديكم يعيشكم رجعوا لي ولدي أكيد أنه هذا طلب الأم يرجعوا لها ولدها هذا اللي تحب هي اليوم أم سفيان أكثر حاجة يمكن الوالدين سي مختار نعرف تقول لهم راهم مساعي راهو تحفظ راهو كذا ما أنت في وضع معين كما هكا يقول لك به طمني به أعلمني علاش كلمونا وقالوا لي هما خرجوا مروحين كلمونا وبعد قطع معناتها الاتصال بهم هذه تساؤلات راهي مشروعة ومسموحة الأمهات يعلم بهم ربي بتبيع احنا حاسين بهم ما ثمش حد راهو ما يحسش كي تبدا والد سي نذير ولا أم سي سفيان ثم فينا حد يقعد هكا عادي ما يحسش وما يتشواش وما يتلايعش كلنا ملايعين لكن لابد نتعاون ونفهم بعضنا. الوضع في ليبيا يخوف هذا اللي عرقلكم هذا اللي هو وضع معقد وضع صعب وضع معقد ووضع صعب وضع فيه مناطق فيها عنف ولكن باقي البلاد الحقيقه ما فيهاش عنف وعيشه رايزه كذا احنا شو نقولوا خلينا نواصلوا هالجهود خلينا نخدموا سيرينمون خلينا نخدموا في الصمت وفي الهدوء اللي مكننا باش نتبعوا خطوه خطوه كي نمالا حتى اللي نوصلوا بحول الله نتوافقوا كيما توافقنا في الحاله نتاع الدبلوماسيه الاثنين انا نحب نقول حاجتين وثلاثه بفضلك مدام اي تفضل هما هذوما زوج اخوه صحفيين مواطنين تونسيين صحفيين مشاو في مهمه رسميه صحفيه كيما اكدت لنا القناه الاداره نتاع القناه وانا مشاو في مهمه باش يعملوا روبورتاج على الوضع في ليبيا وانعكاساته على تونس طيب لكن ثم سايق زاد تونسي اللي هو كان يخدم في السفاره السائق اللي كان عون عندنا ثلاثة مختطفين تو ثلاثة قاعدين الثلاثة الكل نخدموا عليهم من أول نهار إلى حد الآن سنواصل العمل بكل قوة وبكل كثافة ودائر معناها السيد الوزير قرر أن القنصل العام كما تفضلت قبيلي يرجع معناها يمشي ليبيا معناها يمشي في مهمة خاصة مركزة على موضوع الصحفيين الاثنين وتكثيف الاتصال بما يعارض المشاورات والاتصالات والمجهودات تقوم بها الوزارة والوزير في نوع من تكثيف وتسريع الجهود إن شاء الله توفق ونوصلوا للنتيجة يعني لابد من أن العائلات نترجاهم ينظرون بالعين تاع التفاهم وينظرون بعين حتى اليد في اليد ويتعاونوا معنا بما في ذلك اعطانا شويه وقت وشويه صبر حتى نتوافقوا ان شاء الله في اقرب وقت للنتيجه. سي سامي شنو تقول اليوم معناتها اللي تستناه وما زلتوا في الانتظار تتفهموا ان يعني الوضع لازم يكون البحث معناتها هذايا والمفاوضات هذه لازم تكون في صمت ما لازمش تخرج كلمه هكا ولا هكا معناتها ماك تعرف يزيد يتازم الوضع انتم اليوم ما زلتوا معناتها قادرين على الصبر ما زلتوا تستناه معناتها في خبر يكون معناتها رسمي من وزاره الخارجيه او غيرها من الاطراف المتفاوضه؟ بالله باش نرجع لسي مختار سي مختار راي ما عنديش إشكالية مع سي المنجي الحامدي ولا وزارة ولا هيكل يمكن تفهموا فيها بالغلط مي أنا راني طالب أكثر حط روحك في بلاسي ماذا بيا الوزارة الكل من الآليات اللي عندكم الكل تسخروها النذير وسفيان والسايق مشني راني نهاجم في سي الحامدي دخلنا في حد شيء سي الكتاري كل شيء جهدناه انت كل وسائلنا مجندة الوزير انا ما لمستش حام المس الوزير مجند الوزير سي شواشي تقول لي الوزير سي شواشي تقول لي الوزير الوزير راهو مجهول للشعب التونسي مش للوزير انا من خلال كلامك انت نفهم الوزير كل يعني بارك الله فيك بارك الله فيك سي منجي الحامدي
بارك الله فيه سي منجي الحامدي، بارك الله فيه. انا خليه قلت لك نخدموا فيها وعندنا وسائل. باش نرجع للتوضيح، ثم حاجه نحب نوضحها. في الشارع التونسي اللي هي ثم حاجه اللي قاعده تتروج، اللي هو سفيان ونذير حبوا يمشوا من تلقاء رواحهم ليبيا، خذوا الانيشيتيف واحد. مين سمعتوا الكلام هذا؟ لا انا سمعته من برشا بلايس، اور اصحاب القناه ياكدوا اللي هم بعثوهم، هما يخدموا في قناه فيرست تي في، فيرست تي في برنامج دوسيات هكا دوسيات شو على ملف معين ليبيا. وقبل ما نجيب حداكم لهنا ياكد لي سي لسعد خضر اللي يقول لي انا راني نتحمل مسؤوليتي، لا هو من الساعه نتحمل مسؤوليتي. باهي العائله اش تطلب؟ العائله عندها نتيجه. شنو هي النتيجه؟ اللي هي ولدها يجي سلامات. وانا في الوضعيه هذه يوميا وكل لحظه نطلب من ربي باش يرزقني صبر اكثر من الصبر اللي انا صابره، باش يعطيني صبر ايوب. كي كلمك نذير وقت اللي هما معناتها سمعنا الاخبار انه تم اطلاق سراحهم وباش يروحوا هكا، ولا كان فما اتصال هاتفي معاكم؟ كلموكم كيفاش خرجوا؟ وين كانوا؟ وين هما موجودين في الوقت هذاك؟ نذير كل خطوه يعملها يعلمني. علمني نهار اللي هو نهار 3 سبتمبر اللي هو وصل لطرابلس وفي اتجاه بنغازي، والكار اللي باش يمشوا بها من طرابلس لبنغازي فاتتهم. اتصل بيا 9:30 نتاع الليل يقول لي مزات لي ساعتين ونوصلوا لبنغازي، رانا لاباس. بعد انقطع الاتصال بهم. معناتها هو في الثنيه، في الثنيه بين طرابلس وبنغازي. باهي. نهار 6 سبتمبر 7 سبتمبر كان صدقني يا ربي. تحل الهاتف اللي اعطاني النمر نتاع نذير هو اللي يكمل بثلاثة سبعة ثلاثة. يقول لي رانا كنا موقوفين من طرف المنشآت، حرس المنشآت الليبية. طرف رسمي ما. شبه رسمي. شبه حكومي. شبه رسمي. وراو أخلوا سبيلنا وما فماش إمكانية باش نروحوا في الطيارة، كان نهار الخميس. نهار 8 انقطعت اخبارهم ليومنا هذا. ما عادش عندنا اتصال بهم. على اساس هما ينتظروا في موعد معناتها الطياره ما فماش، كان نهار الخميس. اللي في بالي به انا. قبل بنهار معناتها. اللي في بالي به انا اللي سمعتها من نذير ومن سفيان. ومن السيد اللي بقوه عنده في جدابيا. في جدابيا. باهي، مدام سكينه كيف معناتها اليوم العائلات حد المعطيات وصلت للوقت هذاك، معناتها من بعد 8 سبتمبر ما عادش هما وصلتهم لا اتصالات لا تكلموا، معناتها كيف حتى اصحابهم ما كلموش، لا القناه لا اصحابهم ما قعد اتصال بحتى طرف، لا معناها زملائهم، حتى زملائهم الصحفيين ولا في النقابه ولا حتى حد نجم يتصل بهم ولا يتصلوا بهم بعد يوم 8 سبتمبر، خاطر قبل كما قال سي سامي معناها هما جاء ولده اتصل به مباشره، لكن بعد يعني اخبارهم يعني انقطعت، يعني ما عادش عندهم حتى اتصال بحتى شخص اخر. وهنا معنا احنا كما قلت يعني سواء هالمفاوضات ولا التواصل ولا الاجتماعات وكل ما قاعدين نقوم به احنا او سلطه الاشراف والمفاوضات الجانبيه اللي قاعده تصير الكل هذه راهي هي معناها مش مجزيه من حتى حد، هي واجبنا احنا كنقابه وواجب سلطه الاشراف اللي هي الاشراف مين يعني اللي مضطرين يوني من زمنا نقفوا الى جانبهم ونرجعوهم ان شاء الله بسلامه. صحيح تكلمنا على يعني تعقيدات كبيره في المساله، تعقيدات كبيره في الوضعيه في ليبيا، وهذا ان شاء الله على كل حال نعرفوا اللي احنا بالكلام هذا بركه ما يكفيش باش نطمنوا الواحد، خاطر الاخبار الشحيحه تخليهم اكثر تعطش للخبر يطمن. وعلى ذكر لكن ما يسالش ان شاء الله نصبروا ان شاء الله نقولوا لهم يزيدوا يصبروا معنا حتى اللي بشويه ان شاء الله يرجعوا. على ذكر الاخبار الشحيحه احنا حتى كي نتصلوا باصحابهم ولا كي نكلموهم على تغطية اعلاميه يقول لك راهو من المستحسن يفضلكم ماذا بينا احنا بينا ندفعوا ونكونوا معناتها معاكم في الملف هذا، لكن يتطلب شويه تحفظ على خاطر لحد الان ما نعرفوش على مين. اذا كان باش يكون فما سيت اعلامي هكا وكل يمكن اللي احنا بالعكس ما ندفعوش للايجابي ندفعوا للسلبي ويضر حتى بال هذا شنو احنا دعينا به، احنا بيدنا دعينا به، احنا دعينا له يعني كنقابه وطنيه الصحفيين التونسيين دعينا الى التكتم وعدم تكثير الشوشره على هذا الموضوع. تعرف غيرتوا مساركم في تناول القضيه ولا؟ نعم
توا غيرته معناها؟ لا التكتم راهو معناها لليوم معناها للحديث يقول لي انا ما تكتمش كما قلت على والده ايه؟ لكن انا والده كي تبدا معناها حاجات موجوده ونعرفوها ومتاكدين منها احنا نوصلوا لي، فماش حتى مشكل اني تجي لوالده ولا والدته انك توصل لهم على الاقل المعلومات. احنا كل اللي نجم نقوله لهم راه لاباس، هذا اللي نجم نقوله خاطر ما عندناش معلومات اصلا. يعني انا نجي نقول نكذب عليه نقول راه عند فلان ولا عند القبيله الفلانيه ولا، وبعد يطلع الكلام مش صحيح، ماذا بينا ما ندخلهمش اصلا في مهات. وهنا نرجو كل الاطراف سواء اعلاميين سواء مواطنين انهم ما ينزحزوش على امام وراء الشائعات والاخبار الزائفه اللي تزيد تالم على العائلات هذه وتزيد تعقد الموضوع، خاطر هما بيدهم ماذا بينا يحاولوا ما يسمعوا حتى الطرف الا الطرف اللي هو سواء النقابه ومرحبا بهم في اي وقت نجموا يجيو فيه، نجموا نقول لهم اذا كان عندنا اي معلومه احنا ناكدوا لهم راهم وصلوها لهم هما على الاقل العائلات. كيف كيف سلطه الاشراف ما نتصورش عندها على الاقل باش وصلنا نحن ونحن نجموا نوصلوا لهم ولا نوصلوا لهم. اللي حكينا فيه مساله التحفظ سي مختار معناتها مهم برشا في مثل هالملفات هذه. غايه من الاهميه. انا كدبلوماسي وانا معتاد في العمل في الملفات المعقده، اعلم واعرف كم هذا الملف معقد وكم يتطلب اكبر قدر من الصبر. يفرق برشا على الدبلوماسيين اللي كانوا مخطوفين في ليبيا ورجعوا. يشتبه كثير، يشتبه كثير. يختلف في شيء لكن يتشابه كثير، هو ملف تاع مخطوفين، ولك ان تتكتم عن عديد الاشياء حتى تصل الى النتيجه. الاخ القطاري يقول ما تقولوناش وما تعيطوناش، احنا شو نقولوا في الخارجيه؟ ماذا بينا ما نبلغوا حاجه. ولا ما نعلموا بحاجه الا من دوم متاكدين وعندنا الاخبار اليقين وعندنا حاجه. خافوا نتسرب بعض المعلومات هذه حتى من العائله اذا كان فيها عندكم معناتها. لا ما نخافوش من العائلات ومن العائلات يعني دون قصد والدين المعنيين بالامر، لكن لابد لنا ان نتاكد اننا نقول المعلومه اليقين حتى لا نتراجع عن بعضنا اليوم معناها مساله مصداقيه. نحبوا نخدموا حاجه صحيحه. شنو هو محتوى البيان اللي اصدرتوه اليوم؟ والله البيان اصدرناه قلنا راه اجتمعت الخليه مره اخرى نتاع ليبيا نتاع الازمه وراه نظرت في موضوع المختطفين الصحفيين والعون اللي في السفاره وقلنا اللي كونه معناها استعرضنا الشيء اللي قاعدين نعملوا فيه بربي يفضلك مره اخرى نحب نقول راه الخليه ما فيهاش كالخارجيه، الخارجيه نعاود نقول سامحني سي الكتار طرف معناتها الخارجيه مجنده كلها من وزيرها قال لي السيد الوزير من وزيرها وانت عرفت كلها مجنده كل الاطراف الاخرى اللي في الخليه فيها داخليه فيها الدفاع فيها النقل يعني فيها عديد الاطراف المعنيه تجتمع كل ما تتوفر معلومات نجتمع عديد المرات احنا باتصال دائم بالهاتف بيناتنا نتفاعل ونتبادل المعلومات ونتصل دائما ونعمل على قدم وساق لا ننقطع. الحاجه الاخرى اللي حبيت نقولها احنا عندنا معلومات تقول لي خيال لاباس فهمت شو وفي صحة جيدة ولكونه هم ربما يكونوا في شرق البلاد خلينا نواصلوا العمل هذايا حالة ما تكون عندنا معلومة دقيقة صدقني سي الكتاري لن نبخل بها عليكم وسنستدعيكم للوزارة ونقول لكم هاو عندنا المعلومة الفلانية والمعلومة الفلانية. سي سامي أنت كنت معارض أنه يكون فما تكتم معناتها على الموضوع، قلت إذا كان علاش الإعلام ما تتسألت قلت علاش الإعلام ما خذاش الموضوع هذايا علاش ما فماش تغطيات علاش ما فماش صوت عالي معناتها أكثر من هكا فيما يتعلق باختطاف نذير وسفيان. موقفي قناعتي تقول اللي يلزم القضية الناس كل تعرفها داخليا وخارجيا خاطر انت سي مختار كان يقول لي تو في صحة جيدة انا نقول لك ما يعلم بهم كان ربي في صحة جيدة ولا أحياء ولا مفقودين ولا ملع حتى واحد ما ينجم يقول ويأكد لي هما في صحة جيدة يقول نقول انا في صحه جيده اللي اعطاني المعلومه اللي هما في صحه جيده اللي هما موجودين في البلاصه الفلانيه في مكان معين ما تراهم ولا شايفهم راهم ولا شايفهم منطقيا انا سي مختار يلوم فيا على كلمه اللي قلتها خليت الازمه انا عندي سي مختار معلومات نجم نفيدك بها سواء انت ولا خليت الازمه انا راني اللوم على ما فماش تواصل خاطر انا نجم علاش سامي ما سمعوكش حتى مره ما سمعوش سامحيني اختي متابعه الرقم الهاتف هذا اللي كان عند سفيان ونذير ما فماش
هو نجم يكون انديس باش يوصلنا المعلومه. باهي معناتها ما سمعوكش حتى مره، ما مشيتش حكيت عديد المرات وقع استقبال. كيفاش ما قلتلكش لا على خليه الازمه معناتها؟ ما قلتلكش لا، راني ما نفيش، قلت برشا كلام ما نفيش، فرحنا بيك، الوزير قبله، كاتب الدوله قبله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، راه واجب يا سي مختار، مش مش راه واجب يا سي مختار، هذا واقع نذكر به. اي مسالش، ما قلتلكش لا، انا قبلني وشكرته تفرحوا بيه، معناتها سامحني ماهيش مزيه، استقبال مواطن الوزاره ماهيش مزيه، احنا تو في مزيه يا سي مختار، استدعيتنيش نهار، التواصل موجود يا سي مختار، استدعيتنيش نهار، مش مزيه انا، استدعيتنيش نهار انت ولا الوزاره، استدعتنيش انا شخصيا، انا ماني ثم اداره معنيه بالامر، استدعتنيش الاداره، استدعتنيش الاداره، انا نجيكم وحدي، خلينا نسمع الاداره شو القنصليه سي مختار، مش انا مش هذا الموضوع، انا جيت هذا الموضوع، ما يسالش انا جيت يا سي مختار ولا يجيكم هو، يا سي مختار خلينا نشوفوا الحكايه، وما بين تستدعاني وما بين انا نجيك، مش مشكل فيك تقول لي مالك مشكل يا سي مختار، عايش عايش خلينا نعرف شنو المطلوب، لحظه واحده، لحظه مهمه الحقيقه، لحظه واحده سي مختار، انا قلت لك راني نتواصلوا، ما نحبش نبني حيط ولا حاجز بيني وبين انا الوزاره، بالعكس ما يفيد حد، هذا ما يفيد حتى واحد، حتى طرف، انا قلت لك نتواصلوا، انت تقول لي تقبلني الوزير، بارك الله فيه، وقلت لك بارك الله فيه اليوم القيامه قبل كاتب الدوله، وانا حاضر تقبلني سيد كاتب الدوله، هذا المشكل التواصل موجود، لكن شنو كان انا نجيك يا سي مختار، تبدا عندنا معلومه يا سي كتاري، لابد نقولوها لك باش نستدعيه ونكون عيطوا، ما اخترناش هكا يكون الحوار، يعطيكم الصحة تستقبلوهم لكن تسمعوهم، وهذه مش حاجة معناتها راهو هذا أي مواطن تستقبلوا الإدارة ويلزمها تكون استقبال حسن، هو علينا كيفاش ما نعيطولوش، سي مختار أنا اللوم عليك أنت واللوم على سي مختار، يا سي الله يخليك، خليني نسأل سؤال، خليني نسأل سؤال يقدم لنا، لو كان جا عندي معلومة باش نقولها لك، نلومك يا سي مختار، راهو حس الجمرة كان اللي عافسها، احنا متواصلين يا سي، أنت تقول هكا وأنا نقول تقصر في التواصل، أنا مشيت قعدت ثلاثة سوايع تحت حيط قدام الداخلية باش نقابل سي لطفي بن جدو ما قابلتيش. انا سي سامي التواصل موجود، خلينا نشوفوا يا سي سامي، احنا اليوم اش طالبين؟ احنا اليوم اش طالبين؟ شنو اللي لازم ينفع القضيه؟ شنو اللي لازم ينفعهم هما؟ معناتها هما غايبين ماهوش بحذينا، اليوم احنا شنو نجموا نعملوا هنا من تونس باش على الاقل يكون فما المساعي؟ يعني اذا كان العائله يقول لك لازم يكون فما شويه صبر، ما يسالش واسع بينكم اكثر شويه من هكا، ما يسالش، خلينا نشوفوا اذا كان هذا ينفع بالطبيعه، انتم اش طالبين اليوم؟ والله انا طالب تكون شويه حماسيه وجديه بور افوار رجل تاعي لازمني نخدم عليها، ثم ان بلون ا ان بلون بي ان بلون سي، علاش توا بعد 87 يوم قررنا باش نبعثوا القنصل العام ومازالت امكانيه التراجع على غير الحكومه المنظمات، باش نرجع لك يا سي مختار، لحظه لا 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 لازمني نجاوب، هيك باش تجاوب سي مختار، امكانيه التراجع، اي صبرك شويه برك سي مختار ونرجع لك، الله يخليك، لا تراجع فيه ان شاء الله ربي يوصلهم سلمي، سي سامي سي سامي، بالنسبه للمنظمات الحقوقيه ولا الناشطين في هذا المجال او غير هذا المجال، فما اتصالات بكم يكلموا فيكم، فما شكون حب معناتها يتابع معكم هالقضيه هذه ولا لا؟ فما فما ونشكرهم و فاش فادوكم؟ فاش فادوكم وشكون؟ والله فادوني برشا معلومات وعلموني برشا حوايج في الحياه هذه. نشكر سي سمير بو عزيز وسي مصطفى عبد الكبير اللي عملوا لي احاطه، نوع من الاحاطه، سي مصطفى يكاد وسي خالد كيف كيف يكادوا يومين كان ما اتصلتش بهم، هم يتصلوا بهم. شكون اصحاب جمعيات اصحاب منظمات معناتها ينشطوا ينشطوا؟ سمير هو حقوقي وصحافي ومفوض من نقابة الصحفيين لمتابعة ورئيس خلية الأزمة. ثم زاد شباب بارك الله فيهم عملوا كوميتي دو سوتيان، ما نجمش نستثني، ما نحبش نذكر اسماء على خاطر باش ما نستثنيش واحد وواحد، لا هذا الكل باش ما يتنساش الموضوع، باش يقعد ديما تحت المجهر بالطبيعة. باش نرجعوا نحكيو اكثر باش نعطيك الكلمه سي مختار باش تجاوب كما يلزم، نعرف اللي فما تفاعل بيناتكم وانت ديما صدرك رحب وتتفهم اللي يحسوا به العائلات. دارنا كل رحب الحقيقه، انا كما قلت في الاول والله متفاهمين 100% شعور الاخ الكتاري وعائلته واهله واهل شرابي. لا شك في هذا يا سي الكتاري، راه وزاره الخارجيه كلنا ملايعين، راهم ولادنا، راهم توانسه، ولا بد لنا ان نعمل على عودتهم. حبيت نقول رانا نخدموا بكل جديه،
ربما هو سلكتاري عنده نظرة لكونه ربما يعني قال هو ما ثماش حماس. والله يخطبوا بكل حماس وبكل جدية وبكل عزم. احنا نحكيوا على ثلاثة توينس نحكيوا على ثلاثة مش عارفين مش على ثلاثة ما مواطن تونسي زاد صحيح. بقى شنو نهار اللي نبداو عندنا معلومة يقين ومهمة للعائلة صدقني أول من يعلم بها هو العائلة وإحنا نناديوه وإحنا نعيطوا له. باش نرجع نحكي معك بعد شويه سكينة زاد نحبوا نشوفوا ما يختلفش برشا راي مدام سونيا ام نادير على راي كيف مدام سعاد ام سفيان فيما يتعلق بالقضيه هذه نسمعوها هي زيد وراجعين. باش يرحمكم ربي يرحموا نادير يرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. والجيران مشى يخدم على راحه والعمل عباده طالبها ربي ما مشاش يغلط. وقت اللي جات الخدمه ذي فرحان لقى ولدي عمري ما شفته فرحان كيكه ما نجمتش نعارضه. خير من قلت خير من اللي قاعد وربي معاه وما عملناش الخيبه باش يجرالنا الخيبه بقدر ربي تمشي سالم ويجي سالم. ولدي راه محروم حتى من لقمته محروم حتى من ضافته محروم حتى من حريته باش يتنقل ولا باش يتحرك ولا باش يرقد ولا ما نعرفش عليه رقد في الوطار رقد في فوق وين حقوقه ولدي وين. أنا من الأول أنا أم حسيت من نهار الأول تخطف في ولدي قولوا لي راه لاباس راه مش هيخدم راه شنو. أما أنا حسيت ولدي مش لاباس من نهار الأول كي كلمني من وقتها زاد عاود قص تليفون زاد عرفت ولدي مش لاباس. أنا نحس بيه ولدي كلمنا كان في الخطف الأول كي وصل ليبيا وكيف تخطفوا الأربع أيام الأولى كلمنا كنهارين هذوك ماكا هو إلا رانا لاباس ما عملوناش حتى حاجة خايبة ما سمعوناش كلام خايب توا رانا امنين بقدر ربي توا تهدى الدنيا شويه عنا شويه خدمه كملوها الصباح ونروح. والعائله كل نهار عائله كل نهار انا عملت ديبرسيون نداوي عند طبيب نفساني باش نجم نكمل وباش نجم نوقف حتى نجيب ولدي. وليد الصغير الاول تاع الفاكولتي نتاعه سنه دوزيام اني ارشيتكتور في بوزار ما نجمش يقرا قال كان كيجي خويا نهار كله هو راقد في بيته يخلي بيته هو يمشي لبيت خوه ومع النقلة مخدة وحالة وكهو معلومات ياسر وتطلع مش صحيحة هكا كيفاش عدونا الصباح معلومة العشية معلومة أخرى في الليل معلومة أخرى وإحنا مسلسلات مش مرة يجي الباهي مرة يجي الخايب وكلها مش صحيحة. صحيح يعرفك ربي وين حق ولدي في الحياة وين حرية ولدي؟ ولدي ما نعرفش عليه لا مكبل لا مربوط لا تحت لوطا لا فوق لوطا. تعبت باش نبيح داري ونعطيها لكم ورجعوا لي ولدي. نعيش انا وياه تحت حيط ولاباس مخضر له خير من هكا. كان جات عندنا دولة بالحق، حكومة بالحق كانت نجم تجيبهم في نهارين. خاطر المزايا اللي عملتها تونس على ليبيا ما هيش شوية ما تحصاش وما تعدش. راهم عايشين معانا عايشين في ديارنا ماكلين شاربين محترمين في البلايص الباهية يداووا. كالعادة نحكيو في نفس الموضوع مدام سكينة معناتها المهنة متاعنا صحيح مهنة صعيبة برشا مهنة المتاعب كما يسميوها لكن في وضعيات كما هكا في العالم نلقاو معناتها منظمات قوية نلقاو مراسلون بلا حدود نلقاو معناتها منظمات قوية بالقدا واللي هي تقف زيدا على غرار الطرف الحكومي نعرف اللي الوزارات والخلية الأزمة وهذه الكل تعمل دبلوماسيا مع طرف رسمي لكن المنظمات الأخرى تضغط وتضغط بقوة. احنا وين توا في تونس من هذا الكل نعرف حاجة جديدة علينا هل مسائل نتاع الخطف والوضع اللي ترد معناتها المترجي في ليبيا لكن اليوم احنا وين هل قادرين ان باش نرجعوا أولادنا كما يلزم بمنظماتنا ولا لا؟ هو تقول احنا المنظمات كما قلت نظمت الصحفيين بلا حدود ديجا هي موجوده معناها هذا وقع معناها حتى وقع في نقاب الصحفيين اجتماع ضم كل العديد من الاطراف سواء من المجتمع المدني او من المنظمات الاعلاميه معناتها عندها التواصل معاكم على الاقل صحفيين بلا حدود كانوا موجودين ومعانا لكن احنا كما قلت كان يعني انا واحده من الناس ولا سواء يعني كنقابيين او كصحفيين خاصه وهذوما زملائنا وتعرفوا معاهم سائق معناها وكانوا يعني قضيه بالنسبه لنا قضيه كبرى باعتبار انهم هذوما ثلاثه اشخاص منهم زوز زملاء تاعنا صحفيين واعلاميين والسائق كانوا يقوموا كم تم اختطافهم هم يقوموا بعمل نتاعهم ولكن
احنا ماذا بينا لو العالم الكل يسمع، ماذا بينا التوانسه الكل تبدا في بالها بالقضيه هذه، وانت تعرف ان الصحفي المفروض معناها يجري وراء القضايا باش على الاقل توصل وتخرج وينجموا يلقاو على ما تحكي. لكن نحن ديما قلنا هنا راهو ما نحبوش نقوموا بالواجب الاعلامي كما ينبغي على اساس حفاظا على سلامتهم. سلامتهم به. مساله الترخيص بربي سكينه، خاطر نعم. نسمع في نعم. كلام توا حتى كي نحكي وحتى نعم. حتى مع صحفيين اخرين يقول لك هما مشاو بلاش ترخيص، شنو معناتها الترخيص توا في ليبيا يطلب ترخيص؟ ينجم يقول لك ما نستعرفش به هذا الترخيص في وضع معين. هذا شنو هو الوضعيه؟ شنو اللي تقز انت من تونس باش تصور غادي؟ هذا هو الوضعيه المعقده في ليبيا، انه معناها ما فماش شكون، ما فماش مسؤولين واقفين بالحق، ما تلقى حتى طرف النجم انت تتعامل معاه. هذوما معناها تم تكليفهم من قبل فيرست تي في المؤسسه اللي يخدموا عندها، تم تكليفهم باش يمشوا يغطوا يعملوا التحقيق يعملوا التحقيق نتاعهم. للاسف الشديد تشدوا للمره الاولى من 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 من, من طرف من جانب تقريبا نقولوا قريب من الحكومه او حكومي على الاقل، يعني اللي معناها هو اللي قال لهم ما عندكمش ترخيص تاع التصوير، وتم احتجازهم. لكن بعد مع التدخلات سيبوه، هذا الجزء الاول واللي الناس كل متفقين فيه. بعد وقع اختطافهم في المده المرحله اللي جوست تبقي بعد ما تم اطلاق سراحهم وتم تسريحهم، هذا التعقيد بدا غادي. خاطر اول انت جيت نجموا احنا حتى في تونس، حتى التونسي معناتها الاخبار اللي خرج معناتها اطلاق سراح هذاك صحيح ومؤكد انه خرجوا المره الاولى ومن بعد هذا صحيح ومؤكد انه خرجوا وتم تطمينهم وتم حتى وصلتنا معلومات حتى انه وقع الاتصال وقع اتصال وهو ديجا سي سامي وقع ولده اتصل به، نذير اتصل بوالده في مباشره بعد ما وقع معناها بعد ما وصلوا تكلموا معاه. عندي حتى نسخه من محضر التسليم. هذا التعقيد وين يجي؟ كما قلت الوضعيه ياسر معقده في ليبيا، لا فهم طرف حتى الطرف الحكومي، ما عندكش طرف. هو انا مشنوة الاحسن الطرق هي فك المفاوضات الجانبيه، هي اللي تنجم توصل اكثر، وهذيك اللي عليها التكتم. حتى هما ما نجموش يوصلونا، حتى احنا بصفه خاصه ما يوصلكش المعلومات. كي تحكي مع العائله مدام سكينه يقول لك الوضع اليوم في تونس لهين بالانتخابات ووضع حساس وانتقال ديمقراطي وهو انتخابات وهي حمله وهي كذا، الناس الكل ماهيش لهي بينا، معناتها هيك يحسوا هما، معناتها خاطر كي تبعوا الوضع في تونس يقول لك هالانتخابات والوقت يجري وضغط سياسي وضغط كذا عايشته البلاد، اما هذا راه ما يخليناش ننساو ولادنا اللي موجودين في تونس. صحيح، توا احنا كي نقول انا فما مره في مقر النقابه نحكي انا وسي نتكلموا انا وسي سامي، وقال معناها انا ما نراش حتى صحفيين يساندوا ومش موجودين. قلت له انا راهم الصحفيين ما ينجموش يكونوا موجودين ديما، على خاطر تعرف انت الوضع توا وضع ماهوش ساهل، الناس الكل تخدم، لكن مش معناها هذايا زملائهم نساوهم ولا زملائهم مش مفكرين فيهم ولا مش معاهم. ينجم انت كما سواء في سلطه الاشراف ولا في النقابه ولا في غيرها، يعني فما اكيد ديما فما تعاقب على المسؤوليه هذه، خاطر مهما كانت هذه مش حتى زملائي التوانسه الكل معناتها مش خاطر المهنه نتاعنا اللي تفرض روحنا باش نكونوا مهنتنا بصفه خاصه نتكلموا على المراه هما توانسه غادي بغض النظر على شنو يخدموا معناتها. طبعا انا نحكي على حتى كقضيه اعلامي، معنى انت كيفاش تخدم كاعلامي ولا كيفاش انت تدافع، هذا زميلك انت تعتبر روحك اليوم مدافع على الاعلام ويجي زملاء وهما مشاو في مهمه صحفيه اعلاميه ما مشاوش معناتها باش نخرطوا في حتى وقع ما عندهم حتى علاقه لا بجماعات يعني ولا بحد شيء. يعني انت من غير حتى سواء انسانيا سواء بطلب زمالك سواء كواجب اصلا وطني ونقابي لازم نقوم به، وما نجموش احنا نسمحوا لروحنا اصلا انه نترخاو في موضوع كيما هكا، هذا ما فماش حد. لكن ديما فما شكون موجود اللي يتواصل، ولو تلقاش الناس كل هي دوسيات برشا، هي كما قلت البلاد معناها واقفه على كف عفريت كما يقولوا المصري، معناها فما برشا فما انتخابات، لكن فما ديما شكون اكيد شكون ديما لاهي بالموضوع هذاك، خاطر مش الناس كل باش تلاهي بالانتخابات ولا الناس كل فما ديما تعاقب وفما ديما مسؤوليات متعاقبه بين الاطراف على الموضوع هذا. خاطر الموضوع كما قلت هي قضيه كبرى وقضيه مش سهله برشا، اني احنا مش متعودين بالمسائل هذه. هي التجربه الاولى معناتها تجربتنا الاولى كانت مع الدبلوماسيين اللي كان تم اختطافه، وتجربه اخرى كل واحده وضعيتها. صحيح 21 ولا 15 يوم جت منظمة تبنت اي راه موجودين عندي صحيح تو اليوم ما فهمناهم. احنا في وضعية مختلفة لا مقارنة ما بين ان شاء الله احنا نقول ان شاء الله نجسم خير وبين الوضعية تاع الجماعة الاخرين. الحقيقة الملموسة انا نحب نعرف
علاش تكتم هي شنية؟ احنا في وضعية معينة اللي هما تو اللي فات دهون فات بيان دي ترميني جماعة مشدودين، علاش تكتم؟ علاش نتكتم؟ حفاظ على سلامتهم. وشكون اللي يقول لك العكس؟ كي نتكتم راهو مش حفاظ على سلامتهم. تجربة التعامل مع هذه الملفات أثبتت أنه تكتم حسب تكتم يتحدث على الأعلام سامي معناها، لكن مش تكتم الوزارة. أنا حاسبة فهم معناها تكتم احنا في تناول الموضوع، لكن الوزارة ماهيش باش تتكتم، هي قاعدة تعمل في مفاوضات. لا لا أنا ما نحكيش على الأداة، تكتم على الأداة، نحكي على التكتم على الإشهار لزوز صحفيين تونسيين محتجزين ولا سائق محتجز في تونس. هذا انا نتكلم عليه مش على الاداء. يعني انت تقصد الضغط لازم يكون فما، ديما نذكروا الناس راهو فما ضغط من المجتمع الدولي من العائلات معينه لازم يعرفها العالم، مش تونس برك، العالم كامل لازم يعرفها. راهم ثم زوج من الناس مفقودين طبعا، هذا موجود باش نحكي فيه. احنا كما قلت احنا ديجا توترنا، فما وسائل اعلام على قطار. انت باش تجي تعمل مثلا قضيه ولا تقرير، تنجم تحط انت تقرير تعديه، لكن اهم شيء باش تعرف الناس كل والعالم الكل وقت تضع انت تصورهم واسمائهم وتذكر في كل وقت اللي يروم هذوما اعلاميين تونسيين ولا اعلاميين تونسيين قاعدين مختطفين في ليبيا. هذا راهو يوصل عبر العالم الكل، تعرف معنى ان انت تحطهم ديجا موجودين على القنوات، هذا جزء من الـ من من الـ الاعلام بالقضيه نتاعهم. يبقى قول ماهوش سيفيزون، تقول لك انا ما نحبش نعدي اخبار التقرير، شو تقول؟ قول امه ملتاعه وابوه ملتاع، صح هذا نعرفوه وموجود وتحدثنا فيه وتم التطرق اليه، لكن ما نحبوش كما نقول اكل. والاصعب من الانتظار انك تعطي امل دون معناتها حاجات رسميه ولا جديه، تكرر حاجات اللي تنجم تولي في الاخر تشبه الحاجه العاديه. سمعتك تبكيت اليوم، خلينا نحكي شويه معك سمعتك. على كل احنا ان شاء الله نعطي راي في الموضوع تاع الاعلام. انا موافق سي الكتاري، طبعا احنا راهو ما قلناش كي قلنا التكتم، مش معناها ما عادش نحكيو على الموضوع بكل في الاعلام، لا هو الحق والواجب موجود انه تقعد القضيه بتاعهم حيه، لكن هناك طرق، هناك تقنيات، هناك وسائل تخلي هالموضوع هذا يقعد حي. لكن انا ايش قلت؟ التكتم، التكتم على سير الاتصالات والمشاورات والمفاوضات وكل ما هو جهود لابد لها ان تبقى في محتواها سريه ومتكتما عليها الى حد ان نتوصل الى النتائج. ومش شيئين مختلفين، انا ما قلتش الاعلام ما يحكيش على الموضوع ابدا، مش هذا اللي قصدناه. ما فهمتش تقصد التكتم، معناتها التكتم جوهر التكتم على التفاصيل على التفاصيل، لكن مش معناتها التكتم راه ما نقولوش راهو مازلنا اليوم عندنا شكون مخطوف في ليبيا وموجود في ليبيا وهم تصورهم موجودين. مانيش باش نقولوا راهو شنو التفاصيل، لكن نذكروا الناس ما تنساوش رانا عندنا توانسه اليوم ثلاثه توانسه مخطوفين في ليبيا وفما مجهودات كما يقول سي مختار، لكن نستنوا في النتيجه ما ننساوش. مش معناتها السياسه راهي باش تبعدنا، هو قلب السياسه هذا معناتها. والسياسيين اليوم ما عندهم مسؤوليات غيرهم واللي جايين واللي بعدهم، اللي اليوم التوانسه كي يمشيوا في مهمات كيما هكا مسؤوليه انهم يكونوا قويين اليوم ومعناتها في وضع قوه مع اي طرف اخر باش يسترجعوا اولادهم اللي تخطفوا غادي. سي مختار اليوم شنو لازم اليوم نعمل؟ ردوا بالنا من الاشاعات، راهو الاشاعات مش باهيه، ثم الناس تخرج في الاشاعات. لا لابد ان نتفطن ونبقى في اتصال دائم مع الخارجيه مع النقابه على اساس ان ناخذ المعلومه اليقين. سي تريز امبورتون سي الكتاري، معلومه لازم تكون من الخليط الازمه الناس اللي خرجت تو الاشاعه خرجت حتى على نفسيه العائلات وعلى الامهات مش على المواقع هذه ما عندهاش مسؤوليه. واحد اخر يقدم يقول لقدر سمعنا بفلان كذا وكذا، يعني مش معقول، يعني حرام عليه حتى من حيث الدين حرام عليه. الحاجه الاخرى حبيت ناكد مره اخرى، السيد القنصل العام قرار لا رجعه فيه، هو ذاهب الى ليبيا للانكباب على هذا الموضوع. هذا اللي اخر حاجه ناكد لك شيء، هذا اخر حاجه توصلنا لها انه باش يمشي معناتها على عين مكان غاديكا ويكون معناتها التفاوض لتكثيف الاتصالات والجهود على عين مكان. شنو نقولوا معناتها للناس الزملاء الصحفيين اللي يكلموكم ولا اللي يجيوكم ولا اللي يتناولوا الاخبار هذيا؟ حاولوا ما تعطيوش معناتها معلومه تكون مش مؤكده للعائلات، كفيهم انتظار، كفيهم معناتها امل فارغ ما عندوش حتى معلومه، او العكس انا نقول لكم حاجه اللي قدر تزيد معناتها تحبط المعنويات نتاعكم. هذا وقع وقع نشر يعني خبر خايب برشا، وانت تشوف الوقع هذاك على الخبر هذاك على عائله سواء عائله سفيان اللي خرج عليه الخبر او عائله نذير اللي هو معاهم وهذا يلزم نتحاشاو ونتفاداوه أكثر ما يمكن. هذه والعمل متواصل والوزارة تخدم على روحها إن شاء الله. سي مختار كلمة الأخرى سي سامي.
والله نغتنم الفرصة باش نوجه نداء للشعب الليبي والحقوقيين في ليبيا والأمهات بالأخص في ليبيا باش يعاونونا في الأزمة هذه وباش يحسوا الإحساس نحسوا فيها احنا. ماذا بيا يكون ولدي بحذايا في أقرب الأجال، نتمنى نطلب من ربي ونطلب من المجتمع الليبي نأكد عليه نقول لهم بالله أرحمونا 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 رجعونا ولدنا، واللي عندها نذير وسفيان يصرح يتصل سواء بالخارجية سواء بي أنا شخصيا سواء بنقابة الصحفيين سواء بالتلفزة الوطنية سواء بالفيرست تي في ويعبر على طلباته وندرسها. باهي سي سامي. مدام سكينة، معناتها اليوم نعرف الصحفيين ممكن انهم يلتزموا بما تقولوا النقابه بما تقولوا معناتها المنظمات المهنيه التابعه عليهم انهم يلتزموا الحذر يعرفوا كيفاش يتصرفوا يتقيدوا معناتها بمقاومات معينه في اداء العمل نتاعهم، لكن على غالب ساعات المعلومه اللي نجري وراها كل يوم وان يكون عندك تحقيق وتطمح انك باش تجيب صور يخلينا في وضع خطير كما هكا. شنو تقولوا النقابه اليوم للصحفيين التوانسه اللي كانوا باش يتوجهوا لهنا ولا غادي ولا في ليبيا ولا في اي مكان فيه توتر؟ طبعا احنا هذا هو اللي توصلنا انه ندعيو كل الزميلات والزملاء الى عدم الانحياز الى الاشاعات والاخبار الزيفه والتدقيق. هذا فيما يتعلق بالخبر، هذه ضوابط المهنه، معنى ان المطلوب انه ندقوا في المعلومه قبل ما نخرجها، هذه حاجه. ثاني حاجه، احنا فما شبكه التواصل الاجتماعي اللي مع الاسف الشديد والتي تقوم معناها تخرج في اخبار تنجم تكون صحيحه، لكن ما تنجم في أكثر الأحيان فما برشا أخطاء، وهذا اللي نتوجه له بالعائلات ولا الزملاء اللي يحاولوا إنه ما يسمعوش الأخبار هذه من عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي، خاطر الشبكة هذه ما يتبعوش الزنتوكس اللي موجودة في الفيسبوك برشا بالزنتوكس، ومع ذلك ما نحاولوا إنه ديما نستسقيوا الأخبار نتاعنا من الأطراف. سمعني كان قصيت عليك المرة الثانية راهو الخبر الأول خرج في جريدة. هذا شو؟ أنا إيش نقول لك؟ الزملاء ساعي بالهم فاصل صفر فاصل اللي صرح به فتحي حاجه كيما هكا. حتى في المجتمع الحكايه ما عادش الانترنت ولات اكثر من هكا. شنو تقول للصحفيين كلمه الاخرى مدام سكينه؟ معناتها حكيت قلت لك معناتها يتجهوا لمناطق توتر كيما هكا يردوا بالهم اكثر، يردوا بالهم ماني قلت لك ويعلموا حتى عائلتهم وين ماشيين وشنو الالتزام بضوابط تقعد عندهم معلومات على الاقل العائله يعلموا العائله يعلموا المؤسسه نتاعهم باش هكا تقعد فما معلومات على الاقل. اذا كان انت عندك هيك خبر واحنا تعرفوا من اهم من ابجديات العمل الصحفي هو التدقيق في المعلومه قبل نشرها، على تعرف هذه معناها من اللي زابيسين تاع المهنه انك تدقق في المعلومه، وهذا دعوه لكل زميلات والزملاء انهم يدقوا في المعلومه خاصه في المعلومات اللي الخطيره كما المعلومات هذه، ويحاولوا على الاقل مراعاه اذا كان ما تحبش تراعي انت مهنتك على الاقل راعي الاهالي اللي هم متاعين ومتعطشين الاخبار وينجموا يصدقوا اخبار زائفه وتكون معنا فظيعه وتكون معناتها بحياتهم وناس معناتها هذه حاجه لا يمكن تلاعب بها الا ما عندوش حتى مستوى لا مهني ولا غير ولا اخلاقي ولا غيره. كلمه الاخرى سي مختار الله يخليك فيما يتعلق بالملف هذا، ننتظروا جديد نعرفوكم تعملوا بصمت ترعيوا الاهالي وان شاء الله يكون فما معناتها والله. نحب ناكد مره اخرى اللي احنا قاعدين نكثفوا في الجهود وستتواصل هذه الجهود باكثر كثافه وستتسرع وتتسارع ان شاء الله، ربي وفقنا ان نوصل لنتيجه. حبيت قبل ما نختم نقول لكون اسامه بلاغ عملناه عنده ايامات يدعو الليبيين الى حسن معامله اخوانهم التوانسه، خرج هذا في الصحافه تو عنده ايامات، وفما بلاغ خرج اليوم ندعي التونسيين مره اخرى للحذر والحيطة حتى يردوا بالهم على أرواحهم. في بعض الأماكن في ليبيا ثم عنف، في بعض البقايا ثم معناها تردي أمني، فلا بد أن نتواصل. ثم أماكن خارج على السيطرة يعني من الحكومة يعني الليبية، فنقولوا مرة أخرى ردوا بالنا. واحد لابد يحيط روحه بالسلام بالحذر وبالحيط اللازم. شكرا لك سي مختار الشويشي الناطق الرسمي باسم وزاره الخارجيه، شكرا لك مدام سكين عبد الصمد الكاتبه العامه للنقابه الوطنيه الصحفيين التونسيين، سي سامي الكتاري ولد المصور الصحفي نادير الكتاري، ان شاء الله يا ربي يرجع نادير لاباس ويرجع سفيان كيف كيف. بارك الله فيك. مساندتنا يا الهام اكيد طبعاً مساندة تامه ومساندة مطلقة للصحفيين الموجودين غاديك اكيد والزميلين ولا ما فماش فرق بين مصور صحفي ولا صحفي
ولا مونتور ولا غير، احنا الكل نخدموا في المجال هذا، كل مجال وبلاش الصوره ما يكون حتى شيء، وبلاش الصوت ما يكون حتى شيء، ما تكونش المعلومه توصل للمواطن التونسي بتبيع. شكرا لك سكينه، نخليكم مشاهدي قناه وطنيه ثانيه مع تحقيق الصحفي لزميله ريم الكيفي كيف كيفي، برنامج روبورتاج اللي يتحدث على اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبه ضد الصحفيين. خليكم مع التحقيق هذا، مشاهده طيبه، ونقول لكم صباح الخير وفي الامان. Ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Avec les interdits bancaires, prenez ma femme, le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée. De toute façon, à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui, on peut s'arranger.